مندوبا عن رئيس الوزراء، رعى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة حفل تكريم المعلمين بمدارس الفحيص وطلبتها المتفوقين في الثانوية العامة، والذي أقيم في مبنى بيت الفحيص. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. بحضور حاشد احتفلت مدينة الفحيص بتكريم معلمي مدارسها وطلبتها المتفوقين في الثانوية العامة، وذلك في حفل أقامته ببيت الفحيص حضره مندوب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة والنائب فوزي الطعيمة وعدد من المسؤولين والآباء الكهنة ومدراء ومديرات المدارس في الفحيص وماحص وجمع كبير من المدعوين. وأكد محافظة في كلمة الافتتاح أن المعلم هو العنصر الأساسي القادر على تحقيق الآمال والتطلعات التربوية المنشودة، وهو شريان الحياة الذي يحيي فينا قيم حب العلم والتعلم. وأضاف أن وزارة التربية على دراية ما يعانيه المعلمون من صعوبات عديدة في التعايش مع البيئة الصفية التي أصبحت بحاجة إلى الكثير من التطوير والتحسين، ولذلك نعمل جاهدين لنبقى يدا بيد مع المعلم ومتابعة تنفيذ كل إجراء يمكن معه الحفاظ على مكانته ورفعته وهيبته، مقدرين دوره المهم في تعميق وتكريس مفاهيم التميز والإبداع، انطلاقا من عظم الرسالة السامية التي يؤديها المعلم الأردني في نهضة الوطن وتقدمه. نعمل جاهدين لنظل يدا بيد مع المعلم ونتابع تنفيذ كل إجراء يمكن معه تحقيق ما يضمن الحفاظ على مكانته ورفعته وهيبته واحترامه وما يسهم في رفع كفاءته من خلال إعداد المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم بما يمكنهم من الاطلاع بمسؤولياتهم وواجباتهم نحو أبنائنا الطلبة. ونستذكر في هذا المقام الدور الكبير والجهد العظيم الذي قدمه زملاؤنا المعلمون المتقاعدون طوال سنوات عملهم في خدمة الوطن وتربية النشء، فأوصلونا إلى ما نحن عليه اليوم لنبني وطننا ونكمل مسيرتهم بالخير والاجتهاد والعطاء، شاكرين دعوة بلدية الفحيص والقائمين على فعالياتها ومؤكدين اعتزازنا بكل الشركاء والمؤسسات التطوعية والتربية والتربوية في مدينة الفحيص، ومثمنين الاستمرار في تقديم الدعم والمؤازرة لبرامج الوزارة التطويرية. من جهته قال رئيس بلدية الفحيص المهندس جمال حتر إنه يحق لنا أن نفخر بأن الوعي بقيمة التعليم كان مبكراً، لذا غدا تطوير التعليم وإعادة بناء الإنسان والمجتمعات خيارنا الوطني لمواصلة البناء الواثق الآمن. وأضاف إنه من دون المعلم لا يمكن للحلم أن يتحقق، ولا يمكننا أن نبني الإنسان الذي يحترم قيمة العمل والمواطن، ولا يمكن للأوطان أن تبنى ولا الإنسان أن يتطور. هنا يأتي دور المدرسة التي تمثل مصنع الإنسان بكل ما يعنيه ذلك من تحديات وبرامج ومستلزمات، ودور المدرسة هذا لن يكون فاعلاً إذا لم يكن المعلم المؤهل المؤمن برسالة التعليم وبدوره الوطني والإنساني في زراعة بذور الخير بأبنائنا ورعاية نشأتهم وبناء شخصيتهم ومنظومة القيم التي تجعل من كل فرد منهم إنساناً فاعلاً متفائلاً ذو قيمة من خلال العمل والعطاء والإنجاز والبناء. هذا هو التحدي الذي نضعه اليوم أمام مجتمعنا، ونحن نكرم معلمينا باعتزاز وفخر وثمار جهدهم بالطلبة المتفوقين، لأن من دونهم لا يمكن للحلم أن يتحقق، ولا يمكن لنا أن نبني الإنسان الذي يحترم قيمة العمل والمواطنة، ولا يمكن للأوطان أن تبنى ولا للإنسان أن يتطور.
من جهتها ونيابة عن زميلاتها وزملائها المعلمين، قالت المعلمة شيرين غطاس سماوي إن المعلم هو أساس العملية التعليمية في المدرسة، وهو بالنسبة لطلابه بمثابة الأب، وكذلك المعلمة بمثابة الأم، وهما يقومان برعاية التلاميذ والخوف عليهم ويسلحونهم بالعلم والمعرفة ليصلوا إلى ما يصبون إليه. وأكدت أن مهنة التعليم من أهم المهن في المجتمعات، لأن المعلم هو من يقدم للمجتمعات الطبيب والمهندس والقاضي، فبدون القيم التي يبثها المعلم في التلاميذ لن يكون هناك مجتمع واعٍ. بدون القيم التي يبثها المعلم والمعلمة في التلاميذ لضاع المجتمع بسبب ضياع ثروته البشرية، ألا وهي الأطفال والشباب. والأردن كغيره من الدول يفتخر بكوكبة من المعلمين الموجودين فيه، فللمعلم مكانة مميزة في المجتمع الأردني، ويحترمه الصغير والكبير، ويقدر الجميع الرسالة العظيمة التي يقوم بها. والأردن كدولة رائدة في مجال التعليم وعرفانا منها بجميل المعلم، تحتفل بعيد المعلم العالمي مع بقية دول العالم. وفي نهاية الاحتفال وزع مندوب رئيس الوزراء الدروع والشهادات التقديرية على المعلمين والمعلمات والطلبة المتفوقين.